نشرت مجلة العناية الصحية للفقراء في الولايات المتحدة دراسة تقول إن الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أجبرت كثيرين إلى التحول إلى ما يسمى بالطب البديل. تقول الدراسة إن نحو نصف الأطباء في الولايات المتحدة يمارسون هذا النوع من الطب إلى جانب الطب التقليدي. الأزمة الاقتصادية التي تجتاح عددا من البلدان الصناعية الكبرى وما أدت إليه من فقدان الكثيرين وظائفهم أجبرت البعض على تغيير أنماط حياتهم المعتادة حتى في مجال العلاج. من تجليات ذلك ما أشارت إليه مجلة العناية الصحية للفقراء في الولايات المتحدة التي نشرت دراسة تقول إن كثيرا من المواطنين بدأوا تحت ضغط الضائقة الاقتصادية يتجهون نحو بدائل أقل تكلفة للعلاج، ومنها ما يعرف بالطب البديل. الطب البديل يركز على مجالات عدة، منها المعالجة بالوخز بالإبر واستخدام العلاجات الصينية القديمة، ومنها استخدام الفنون والرقص واليوغا والعلاجات الموسيقية. وأيضا استخدام الوسائل الغذائية مثل الفيتامينات والأعشاب والوصفات الغذائية. وفي دراسة أمريكية وجد أن 36% من الشباب فوق سن 18 يمارسون الطب البديل، وأن هذا الرقم يرتفع إلى 62% إذا أضيفت الصلوات التي تستخدم لهذا الغرض. هذه الدراسة أجريت على نحو 31,000 من الشباب الأمريكي، وقد قام بها مركز التحكم في الأمراض ومنعها. ممارسة الطب البديل تختلف من بلد إلى آخر، وتفرض بعض الدول نظما قانونية لممارسة هذا النوع من الطب. فهو في النمسا وألمانيا يمارسه الأطباء العاديون، ويعتقد أن نصف الأطباء في الولايات المتحدة يمارسون هذا النوع من الطب. بعض الدول تقنن وصف العلاجات التي توصف للمرضى في الطب البديل، كما هو الشأن في ألمانيا حيث يغطي الضمان الصحي تكاليف العلاج بالأعشاب. الطب البديل يعتمد على ممارسات تاريخية تستند إلى أسس ثقافية وتراثية، ولكنه يفتقر في كثير من الأحيان إلى الجوانب التجريبية والسريرية، ويؤخذ على أنواع منه افتقارها للإثباتات العلمية. وبهذا نأتي إلى نهاية الجزيرة.